لا يا فندم، ما عنديش نزيل بالاسم ده. طب سيبك من الاسم، ركز معايا. اتفضل. شفت الواد ده؟ الواد ده نصاب. ما هو يا فندم انا مش حافظ كل اشكال النزلة اللي عندي، وما اقدرش اقول لحضرتك ده نزيل عندي ولا لا. بقول لك نصاب. فندم انا ماليش علاقه بالموضوع ده، وحضرتك بتطلب مني بيانات نزلة وده ما ينفعش. احجز لي اوضه، انا قاعد. طيب استاذ حضرتك في البطاقه. اتفضل. سأل علي اسم. طب و انت قلت له انا قاعد في غرفة كام؟ طب لو سمحت انا مش عايز الجدع ده يعرف اي حاجة عني ولا يعرف انا قاعد فين. انا شخص مزعج جدا. لو سمحت بلغ كل زمايلك بكده. متشكل أوي. ألو، هو قاعد في أوضة كام؟ 312. ماشي، متشكل جدا، متشكر. هي ناقصاكم يا نادر. أيوة جمال، اسمع، أنا عايزك تنفذ اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. هتكلم عميد اسمه العميد محمد أحمد الزغبي. هتبلغه إن قاسم النبهاوي موجود في الفندق اللي أنا هبعتلك اسمه في رسالة دلوقتي. يا أخي أنت مالك؟ نفذ اللي بقولك عليه. إيه يا مباحث تنفيذ الأحكام بتدور على الاسم ده؟ ما هو ده يا ابني الاسم اللي انا استخدمت بطاقته في عمليه الدكتور. انت تنفذ من غير ما تناقش. سلام. يا ولاد ال لو سمحت. شفت استاذ ياسين النهارده؟ لا والله يا فندم. طيب شكرا. اي خدمه. ميرسي. ما تفهمني. العيال اللي انا اتخانقت معاهم امبارح موجودين هنا في الاوتيل.
وانا خايف انهم يتعرضوا لك ولا يعملوا معاكي اي مشاكل. انت فين؟ انا لسه طالعة من الريستوران. طيب اطلعي دلوقتي حالا على السويت. طيب حاضر، عندي ولا عندك؟ اي حاجة، تعالي عندي. طيب اوكي، يلا جاي. سلام. ها يا جمال، وصلت العميد محمد؟ اتصرف، اوصل له بأي طريقة، المعلومة دي لازم توصل له النهاردة. اتصرف. مين؟ أنا رحمة ياسين. خضتني في إيه؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، مفيش حاجة. هو إيه اللي حصل؟ زي ما قلت لك، العيال دي هنا وشكلها جاي تعمل معايا مشاكل. عشان كده ما نزلتش؟ أنا مش خايف منه، أنا بس مش عايز فضايح. أنا برضه راجل ليا اسمي وسمعتي. خلاص بلغ البوليس. بلغت؟ قاسم ده أصلا عليه أحكام ونصاب وحرامي، وأكيد هيقبضوا عليه. طب إيه ده بس؟ أيوة يا ماجي، أنت فين؟ طيب طيب أنا جايلك، دي أختي وصلت، هروح لها شوية وأجيلك. خلي بالك على نفسك. حاضر. إيه يا بنت اللذينة، البت اتبخرت. لا تلاقيها طلعت اوضتها، هي اكيد هنا ما تلحقش تخرج. المهم معلم اتاكدنا ان هم هنا، احنا قاعدين مش ماشيين واكيد هيظهروا. نادر انا تقلت عليك، انت لو عايز تتكل تتكل انت، بس انا قتيل الواد ده. انا عدل نادر، انا بقالي سنه بدور عليه، بقالي سنه بهرب من كل الناس بسبب اللي هو حاطيني فيه، ودي فرصه جت لغايه عندي يا نادر، فرصه ان ابرئ نفسي. يا معلم عيب عليك، انت اخويا ما تقولش كده، انا قاعد لحد ما الواد ده يقع. تعالى بس نقعد في حته. يلا يلا بقى، يلا يا اخي. الحكاية كده بتفرط مني، أنا لازم أخلص. طب ورحمة؟ أنا حبيتها، بس أكيد مش هتضيع الملايين دي كلها علشان حب وزفت. انشف يا عبد الله، انشف. بعدين في ولاد الكلب اللي تحت دول، أنا لازم أخلص منهم. هنتفاهم. انزل على الارض، انزل على الارض. ايه ده؟ انزل حضرتك. ماشي ايه ده؟ انزل. تمام يلا روح جنب، انزل. ايه حد يلعب مع احمد الالفي؟ ده على اساس ان انت احمد الالفي. احمد، حسين، عمرو، تامر، مادام الخلقه دي دخلت في الحوار يبقى ما ينفعش تلعب معاها. يا راجل يا راجل، ده انا هربان من الدنيا كلها بقالي سنه بسببك يا اخي.
انت هربان مش بسببي، بسبب انك طماع. طمعت طماع. الواد ده صعبان عليا، غلبان، بس يستاهل. عارف يستاهل ليه؟ عشان مشي ورا خروف زيك. الو، صباح الخير. لو سمحت، انا كان المفروض اعمل تشيك اوت امتى؟ لا لا يا راجل، ده انا حبيت الاوتيل بتاعكم قوي. خلي تشيك اوت بعد 48 ساعه. كويس. ايوه، هو انا مش برضو سايب الفيزا بتاعتي معاكم؟ طب اسحب منها اللي انت عايزه. متشكر جدا. لو سمحت، انا مش عايز ازعاج. مش عايز حد يخبط عليا، مش عايز انضف الاوضه. انا محتاج انام. انام؟ المرتب عندكم حلو قوي. متشكر جدا. سعيده.